عمر تزاي عايز ايه؟ ما في يعني عايز ايه؟ اريدو ما انت روسي؟ لا هولندي. بس انت بتتكلم عربي فصحى كويس. طب احسن لو انت ايه ده تتعلم مصري. تتعلم مصري تتعلم مصري. لو سمحتي اجل، هل تتحدث الفصحى؟ اجل انا اتحدث الفصحى الحمد لله. هل صح انه لا حد يتحدث فصحى هنا؟ اجل للاسف. كيف يمكنني اني اتعلم مصري؟ حسنا سوف اقول لك. هناك قناة موجودة على اليوتيوب اسمها Easy Arabic، يمكنك من هناك أن تتعلم أي لهجة سواء المصري أو أي لهجة أخرى بطريقة سهلة جدا. أنا اسمي تيم. أنا اسمي منى. أنا اسمي سمية وإحنا الفرقة من مصر. أنا الهوست of Easy Tunisian Arabic وتوا بتواليو تشوفوني في Easy Arabic. اللغة العربية هي واحدة من أقدم اللغات في العالم، وهي لغة القرآن الكريم الكتاب الذي تتوقف عليه حياة الملايين، وهي واحدة من أكثر اللغات المستخدمة حول العالم حيث يتحدث بها حوالي 400 مليون شخص، وهذا بالإضافة إلى أنها اللغة الرسمية ل 26 دولة وواحدة من اللغات الست المستخدمة في الأمم المتحدة. وعند تعلمك للغة العربية سوف تتيح لك فرصة التواصل مع الكثير من الأشخاص من 26 دولة مختلفة. Easy Arabic هي القناة عشان تتعلم عربي. بنوفر فيديوهات بكذا لهجة، وكل الفيديوهات لها ترجمة حرفية عشان تتعلم اللغة بالضبط زي أهل البلد. حاجة تنفع إنك تتعلم اللغة العربية الفصحى، أما ما تكفيش باش نجم تحكي مع أصحابك. هذيك علاش مع Easy Arabic نجم تتعلم اللغة كما يحكيوها العباد وبطريقة سهلة على الأخر. عندنا فيديوهات Easy Arabic هي عبارة عن مقابلات من الشارع عشان تسمع اللغة. وانت شايف انه الفطار مهم عموما؟ طبعا بيبقى وجبة مهمة الفطار، اهم وجبة يعني. احلامي كتير قوي والله، ملهاش سقف كده كتير. وعندنا فيديوهات Super Easy عشان تتعلم اساسيات اللغة. ولو عاوزين تسألوا عن حال حد او تشوفوا هو عامل ايه هتقولوا ازيك او اخبارك ايه. ولو انت حابب تتعلم اللغة ممكن تبقى عضو معنا في Easy Arabic. كعضو في Easy Arabic هتقدر تاخد الفيديوز والترانسكريبت بالترجمة الفرانكو زي ما انتوا شايفين بالظبط، وكمان هتاخد لست بأصعب الكلمات وواجبات كتير تساعدك تتعلم اللغة العربية بطريقة سهلة وسريعة. لو انتم متحمسين تكونوا معنا في المغامرة دي اعملوا سبسكرايب على قناة Easy Arabic، واحنا بنعمل كل حاجة نقدر عليها عشان نخلي عملية تعلم العربي سهل بالنسبة لكم. بنتمنى نشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي.